عندي لحم اليوم درت عليها، حطيت عليها راس بصل، ربع ضمه بقدونس، ملعقه كبيره كزبره ناشفه، ملح، حطيت عليهم وطحنتهم. ولما صارت عندي جامده روعه، شوفوها ها شايفين ها فيها بالطريقه هاي. عشان بدي اعملها على طريقة هاي، بدنا نغطيها فورق الزبدة. يلا ما حطينا عليها ولا اشي، هاي احنا هيك بدنا اياها اول اشي 30 دقيقة وبعدين بنكشف عنها وبنشغل الشواية. بعد ساعة لها في الفرن وحليت الطحينية، والان بدي اصفيها عليها. هي هون خففتها انا الطحينية، ما بدي اياها ثقيلة هيك كثير تنشف بعدين. هاي الصينية بعد ما شويناها طلعت غير شكل والله.